أول حاجة أنا يعني متحصلة على الأستاذية من 2003، خدمت شوي في شركات، كل مرة نخدم في دومين معين، وديما نلقى الخدمة هيك نخدم فيها أيامات ونبطل ونقص. كنت ديما في صغري ديما مغرومة بالطريزة وبالحاجات باليدوية، ديما نخدم حاجات بإيدي، ديجا عندي تو لبسة خدمتها بإيدي تو بعد نوريها. مشيت عملت، قلت ليش ما نمشيش نعمل، ديما نمشي نخيط حاجة عند خياطة ديما فيها ديفو، فيها مشكلة، فيها حاجة ما تحضر ليش في وقتها، تصير لي معها ألف مشكلة ومشكلة. ولت قلت برب علاش ما نمشيش انا نتعلم الخياطه ونولي نخيط روحي ونخيط للناس. مشيت تعلمت الخياطه، عملت فورماسيون عام كامل في مدرسه هنا في مدنين بريفي عام كامل، ما عطتنيش حاجه باهي كبيره ياسر. مشيت عملت عام اخر مع واحده صاحبتي عندها بروجي كيف عندها خياطه وماكينه نتاع تريزا دوتات، خدمت معاها عام كامل، تعلمت ياسر حاجات، وهنا زدت توسعت في كل الحاجات، حتى الحاجات اللي قاعدوا ناقصين تعلمتهم معاها. ومن بعدها جت ستارت اب، هما شجعونا اكثر، شدوا خنقونا يلزمكم تحضروها ستارت اب. انا قبل ما عنديش عليها فكره شني، قلت هي برا خلينا نجرب نشوف شنو ستارت اب هذه، شنو هي اصلا. مشيت جيت كنت انا البروجي الثاني في ولايه مدنين كان، وهم خذيت جائزه، اللي هي جائزه هي كانت الماكينه. الشركه متاعي بدت في اكتوبر 2015، يعني اللوكال بارتي من داري، يعني شطر نتاع داري حليت على بعض ورديت اتيلي. هذه حاجه. الحاجه الاخرى خطر ممكن سونتر فيل، ممكن ثم حتى كان اليوم ما تعرفتش، ممكن غدو واحد يوصل الواحد، واحد يوصلها تنجم يعني حتى الانتشار والشهره تكون، يعني لازم باش نتعرف. حتى ديجا انا تو ثم ناس من كلمه واحده بركه تحكي لصاحبتها تقول راني وني لقيت شفت الخياطه الفلانيه عندها روب ولا عندها موديل نتاع طريزه الفلاني عجبني. واحده تجيب واحده جات، ثم ديجا عندي شكون عائلات ممكن نقول لك فيهم 10 نساء، البنت وعمتها وامها وخالتها ومرت خاها ومرت خالها ومرت وحماتها ومرت خو حماتها ومرت عم حماتها، العيله كامله نحسهم صادقين. ساعات ندخل في بعضهم حتى الحوايج نقول يا ربي زعم هذه، ولما نكتب عليهم ورقه في القماش نتاعها، ورقه في الكراسه راني هذه الفلانه الفلاني، يعني من واحده لواحده.